لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في الدرس الرابع من دروس دورة الأوتوكاد سيفل 3D 2015 اللي بنقدمها مجانا من خلال أكاديمية ملتقى الدارين. في الدرس ده بإذن الله هنبتدي نكمل شغلنا في الأسطح ونعرف إزاي نعدل على الأسطح وإزاي نظهر الكتابات عليها. طبعا ده السطح بتاعنا هو قدامنا، قلنا لو عايزين نبتدي نهذب من شكل السطح وياخد المسار أو البوردة الخارجي ده يمشي مع الحدود الخارجية للنقط بتاعتنا وما يديناش الخطوط الكونتور الكتير دي، كنا بنيجي على السطح بتاعنا ونقول له surface properties ونيجي نغير الايه، نيجي نغير الستايل بتاعنا نقول له contour and triangle. ممكن نبقي على الستايل بتاعنا زي ما هو ونيجي نعمل ايه، نيجي نقول edit وندخل على حاجة اسمها display وبنلاقي حاجة هنا اسمها point وحاجة اسمها triangle، بنعمل لهم هما الاثنين اظهار فبتدي يظهر لنا ايه المثلثات اللي احنا محتاجينها في الستايل بتاعنا بالشكل ده كده. كمان اظهر لنا ايه مجموعه من النقط، النقط دي طبعا مش هي النقط بتاعتنا اللي احنا استوردناها من بره او اللي احنا كوننا منها السطح، النقط دي هي نقطه التقاء الايه شبكه المثلثات بينها وبين بعضها، يعني مثلا الضلع ده مع الضلع ده مع الضلع ده مع الضلع ده هما كلهم التقوا مع بعض في نقطه واحده، فهو ايه انا اظهرت النقطه خدت الستايل اللي قدامي ده. تمام، يعني النقط اللي ظهرت قدامي دي مش هي النقط بتاعت ايه بتاعت الفايل الاكسل اللي احنا استوردناه من بره. تمام، هي نقطه تقاطع بس بين خطوط المثلثات. طيب تمام، يبقى احنا دلوقتي بدل ما نغير الستايل بتاعنا ونجيب كونتور اند تريانجل احنا اظهرنا التريانجل في الايه في الستايل بتاعنا. طبعا عايزين نبتدي نعدل في الشكل بتاعنا، قلنا بنعمل ايه، قلنا بنيجي ونروح ايه يا نقول له نضغط ضغطه كده ونيجي نقول له edit surface ونختار delete line، او ان احنا بنيجي نقول له بنحدد برضه على السطح ونقول له surface properties ونضغط عليها كده وندخل على definition ونقول له تعالى على البيلد وتعالى استخدم لي الماكسيم triangle length اللي هو الاطوال اقصى طول للضلع بتاع المثلث، يعني هقول له من هنا انا عايز استخدم ده واقول له اقصى طول انا عايزه مثلا 70 متر، وبعد كده اقول له ابلاي وبعد كده اقول له ريبيلد اوكي. تمام، فهو تلقائي بيهذب ايه بيهذب معايا السطح بتاعي وبيديني الشكل ده. تمام، يبقى ده شكل السطح بتاعي. طبعا انا شلت ايه، شلت الزيادات بتاعتي اللي هي مثلا في خط مثلث وصل بين النقطه دي والنقطه اللي هناك دي وابتدى على اساسه يكون في خطوط كونتور ممتده، فانا لما شلت الخط بتاع المثلث اللي هو تحت ده ابتدى يدخل لي بالبوردر جوه وما يمدليش خطوط الكونتور اللي بره عشان توصل معايا لايه لاخر خط معايا في الشغل بتاعي. اتكلمنا في النقطه دي المره اللي فاتت، هنتكلم في حاجات اكتر النهارده باذن الله. طبعا لو عايزين نبتدي نعدل في السطح بتاعنا ده يا بنضغط هنا وبنختار ايه التفز بيجي لنا القائمة اللي قدامنا دي، يا بنيجي على السطح بتاعنا اهو وندور على حاجة اسمها edit كليك يمين ونلاقي برضو ايه هي دي القائمة بتاعتنا اللي كانت ظاهرة معانا من فوق. تمام كده، تمام. طيب اول حاجة هنبتدي نتكلم فيها ان احنا هنعمل اضافة للاين add line. طيب هنا بيقول لي ايه، بيقول لي select one end point، حدد نقطة، فهاجي أحدد النقطة دي مثلا. تمام، بعد كده بيقول لي select another point فباجي أضغط ضغطة هنا فبلاقي إن هو إيه راح عمل لي خط وصل لي بين النقطة دي والنقطة دي. تمام، طبعا كمل المثلث راح واخد خط تالت كده وصل لي بين النقطة دي، يبقى دلوقتي عندي إيه مثلث زائد. طيب أنا عايز أضيف خط تاني، باجي أقول له ضيف لي خط هنا وهنا، بلاحظ ان البوردر الخارجي بيبتدي ايه، البوردر الخارجي اللي هو باللون الاخضر ده بيبتدي يتحرك معايا، كل ما ازود خط لشبكه المثلثات بيبتدي البوردر الخارجي يتحرك معايا،
ايه الفكرة من كده؟ الفكرة ان هو دلوقتي بقى عندي شبكة مثلثات في خط الكونتور اللي هو عندي ده، اللي هو ظاهر عندي ده، لو جينا نبين بس خطوط الكونتور عشان تبقى مختلفة عن شبكة المثلثات، هنيجي نقول له كليك يمين سيرفس بروبرتس، وادخل على الانفورميشن دي، وادخل على الستايل، واقول له ايديت، وادخل على شكل الميجر كونتور والمينر كونتور. طيب احنا ممكن نيجي عند المينر كونتور دي ونقول له ما تظهرهاش، خلينا بس في الميجر، وغير لي في الايه في الشكل بتاعي، بحيث ان الايه العملية تبقى اوضح شوية. تمام كده دلوقتي الخطوط اهي، الخط الكونتور اللي عندي والخط الاصفر ده بس، باقي الخطوط طبعا انا خفيت الخطوط اللي هي المينور عشان ايه، عشان يبقى الشغل بتاعي واضح. طبعا ده خط كونتور اهو اللي هو باللون الاصفر ده. طيب خط الكونتور ده ماشي موصل بين النقط، وجاي عند البوردر اللي هو الخارجي ده، البوردر الاخضر ده، وايه وممتد معايا ليه، ممتد معايا لحد ما وصل قطع البوردر، باعتبار ان مثلا في نقطه هو مكمل عشان يوصل للنقطه دي اللي هي خارج الشكل بتاعنا. طيب لو انا عايز بقى ايه خط الكونتور ده مثلا يوصل لحد هنا ويقف، هعمل ايه؟ هشيل خط المثلث اللي هو ايه تحت البوردر الخارجي ده، او ان اشيل خط المثلث اللي هو اللي هنا ده. تمام، لو شلت خط المثلث الكونتور مش هيلاقي حاجه يمشي عليها، فهيضطر ان هو يقف ايه لحد مثلا النقطه دي. تمام، لو جيت قلت على ان جي ال كليك يمين اديت وقلت له ديليت لاين، امسح لي خط، وحددت له الخط ده، امسحه لي كده. فلو مسحت الخط ده فهلاقي ان خط الكونتور بتاعي ده هيقف لحد ايه، لحد هنا. انتر، اهو خط الكونتور بتاعي وقف لحد هنا، والبوردر راح داخل عليه. ليه؟ لان ما فيش شبكه مثلثات خط الكونتور يمشي عليه. طيب لو عايز اضيف خط تاني بعمل ايه؟ بقول له كليك يمين واقول له اد لاين، وبعد كده بيقول لي حدد نقطه تضيف بينها، تضيف عليها الخط. فهاجي مثلا اضغط هنا وهضغط على النقطه دي، دي النقطه الاولى ودي النقطه الثانيه، لو ضغطت عليهم هيبتدي يعمل لي ايه، يعمل لي خط. كنترول زد تاني اهو، اديت اد لاين، واختار مثلا هنا النقطه دي، واختار هنا النقطه دي مثلا. تمام، بلاحظ ان هو ايه، بلاحظ ان هو عمل لي شبكه خطوط. تمام، فهو دلوقتي اضاف لي الخط الخارجي ده وابتدى يديني ايه شبكه خطوط. لو تلاحظوا ان ايه عمل لي بوردر داخلي، ليه؟ لان انا ما وصلتش النقطه دي بالنقطه دي، لو اخترت النقطه دي والنقطه دي هيبتدي يوصل لي بينهم خط، وبعد كده يكمل لي ايه، يكمل لي خط الكونتور بتاعي يمشي بالشكل الطبيعي بتاعنا ده. تمام، طيب لو عايز اضيف مثلا خط هنا وهنا، هيبتدي برضو يديني ايه، يوصل لي ايه بوردر كده بين النقطة دي والنقطة دي، وبعد كده ايه يبين لي ان خط الكونتور بتاعي ده مكمل هنا، بس برضه هنا في النص فراغ وعامل لي بوردر باللون الاخضر. ليه؟ لان انا ما اخترتش ان انا اوصل خط النقطة دي بالنقطة دي. او ادي اول نقطة وادي تاني نقطة، او لو هنا وهنا مش هينفع. طيب لو قلت له edit add line واخترت النقطة دي والنقطة دي، هو تلقائي اصلا ضاف لي الخط. طب انا عايز ابتدي، قلت له control z، يبقى انا اختياري كان من الاول كان ايه، كان غلط. control z، تمام، ادي الشكل بتاعه اهو. عايز ابتدي اضيف خط، بقول له add line، كليك يمين add line، من هنا ليه هنا ضيف لي خط، ادي النقطة التانية، فابتدى يضيف لي خط ويرفع معايا البوردر. ضيف لي خط واختار من هنا لهنا، هيبتدي يرفع معايا البوردر فوق وانا ايه وانا ماشي. ضيف لي خط من هنا لهنا وانا ماشي. تمام، بعد كده بيضيف لي خطوط لشبكة المثلثات، وبلاحظ ان خط الكونتور بتاعي طول ما في شبكة مثلثات هو مكمل معايا لحد ما يوصل للبوردر الخارجي. طب لما في شبكة المثلثات لتحت، خطوط المثلثات لتحت دي، خط الكونتور هيلتزم ان هو ايه يقف لحد اخر شبكة مثلثات اللي بيكون عندها البوردر اللي هو الخارجي الاخضر ده. وجيت انا قلت تعالى كليك يمين كده وقلت له ديليت لاين، امسح لي خطوط، وقلت له اف انتر، واخترت مجموعة الخطوط دي وقلت له انتر، هيبتدي يشيلها لي والبوردر هيبتدي يدخل معايا جوه، وخط الكونتور هيقف معايا عند ايه، عند نهايه البوردر الخارجي ده. يبقى دلوقتي اتكلمنا في امرين اللي هو امر ديليت لاين وامر اد لاين. طيب الامر اللي بعد كده اللي احنا ممكن نتكلم فيه، ان احنا نيجي على الايديت ونقول له سواب ايدج. سواب ايدج يعني ايه سواب ايدج؟ تمام، انتوا لو ملاحظين ادي خط الكونتور بتاعي اهو ماشي بالشكل ده مثلا،
تمام. طيب خط الكونتور جه هنا ومشي وراح جاي على الخط ده وقطع الخط ده ورجع تاني. طيب لو انا عايز ابتدي اهذب من الايه من الشكل ده، طيب هنبص ادي عندي نقطه وادي نقطه وادي نقطه وادي نقطه، اربع نقط اهو. طب اربع نقط بينهم اربع خطوط، يعني النقطه دي مع النقطه دي متوصلين بخط. لو جيت اقول خلي السكين مثلا بتاعي 1:100 بحيث ان الايه بحيث ان الفكره تكون اوضح، تمام برضو ما عدلش. طيب ما علينا. طيب هي الفكرة ان انا دلوقتي عندي نقطة اهي 1 2 3 4، تمام. فاللي حاصل ان انا موصل النقطة دي مع النقطة دي بخط، ودي مع دي بخط، ودي مع دي بخط، ودي مع دي بخط، ودي مع دي بخط، فعاملين لي شكل ايه مثلثين جنب بعض كده. طيب الفكرة من سواب ايدج ايه، ان ادي خط الكونتور بتاعي ماشي بالشكل ده، وبعد كده جه طلع هنا، وبعد كده رجع تاني على الخط ده ووصل هنا. طيب ليه طلع هنا؟ طلع لان انا عندي خط مثلثي. طيب لو انا عايز اخلي خط الكونتور يمشي لي تحت كده او يتظبط اكتر من كده او يطلع فوق، تمام. الفكره من سويب ايدج ان هو ايه، هيجي مثلا انا عندي مثلثين اهم جنب بعض، هيجي على الخط اللي في النص ده. هي الفكره في ايه، في اللعبه في الخط اللي في النص ده، بدل ما هو موصل بين النقطه دي والنقطه دي اخليه موصل بين النقطه دي والنقطه دي. لو جينا عملنا كليك يمين وقلت له سواب ايدج وجيت اخترت الخط ده، ايه اللي حصل للخط؟ الخط بدل ما كان موصل بين النقطه دي والنقطه دي راح موصل بين النقطه دي والنقطه دي. انا عايز ايه جزء يكون اوضح، حتى مش شرط يكون في خط كونتور اهو. ادي ايه الشكل اهو قدامي، النقطه وادي نقطه وادي نقطة وادي نقطة، أربع نقط، تمام. التلات نقط دول مع بعض مكونين لي مثلث اللي هو ده اللي هو بالشكل ده قدامي، تمام. والتلات نقط دول مكونين لي مثلث اللي هو بالشكل ده قدامي، تمام. المثلث ده والمثلث ده مشتركين مع بعض في نقطتين، دي ودي، تمام. أنا عايز المثلثين دول يشتركوا مع بعض في نقطتين بس، مش دي ودي، أنا عايزه دي ودي. فهعمل إيه؟ فأقول له كليك يمين وأقول له سواب إتش، واجي اضغط على الخط اللي في النص ده اللي هو ايه الخط الواصل بين النقطتين المشتركتين. ايه اللي حصل؟ عكس الخط، تمام. خلاه بدل مكان بين النقطه دي والنقطه دي خلاه بين النقطه دي والنقطه دي، تمام. هي دي الفكره. الفكره هو بصوا ادي عندي مثلا ادي مثلث وادي مثلث، لو جيت ضغطت على الخط ده ايه اللي حصل؟ اتغير الخط بتاعي او الخط اللي كان واصل بين النقطه دي والنقطه دي ما واصل بين النقطة دي والنقطة دي، وعلى أساسه ما عادش موجود هنا خط إيه؟ خط مثلثي، فخط الكونتور ابتدى يمشي مع الخط الجديد، تمام. هي دي الفكرة من سواب إيدج. هنا برضو الفكرة ممكن تكون أوضح، تمام. آدي نقطة ونقطة ونقطة ونقطة، أربع نقط أهو. الأربع نقط دول بينهم مثلثين، آدي مثلث، آدي واحد، ده مثلث وده مثلث، تمام. طيب لو انا عايز اعكس المثلثين بضغط على سواب ايدج وبعد كده اختار، ايه اللي حصل؟ راح جايب لي الخط ده كده بين النقطه دي والنقطه دي، تمام. عكسه، كان بين دي ودي الاول، راح عكسه لي وخلاه بين دي ودي، وعلى اساسه اتغير خط الكونتور. لو ضغطت عليه تاني خط الكونتور بتاعي يبقى شكله مختلف شويه، او المسار بتاعه بقى شكله مختلف شويه، تمام. هي دي الفكره من الاوبشن او الامر اللي اسمه سواب ايدج، تمام. اسكيب. لو جيت قلت الامر اللي بعد كده، عندي حاجه اسمها اد بوينت، اد بوينت ضيف نقطة. لو جيت في المكان ده قلت له ايه كليك يمين وقلت له اد بوينت، وبعد كده بيقول لي سيلكت بوينت، حدد مكان النقطة. فجيت ضغطت ضغطة هنا مثلا، يبقى انا دلوقتي حددت مكان النقطة. بعد كده بيقول لي اديني الاليفيشن بتاع النقطة، هقول له مثلا الاليفيشن بتاع النقطة 100، انتر. ايه اللي حصل؟ راح مديني نقطة الاليفيشن بتاعها 100، وراح مدد لي شبكة مثلثات للايه للنقطة دي، تمام. راح مكمل لي دي نقطة مع النقطة دي مع النقطة دي، عملوا هما التلاتة مثلث، والنقطة دي مع النقطة دي مع النقطة الجديدة بتاعتي دي عملوا هما التلاتة مثلث. فعلى أساسها ابتدى يمدي لي إيه في البوردر الخارجي عشان يوصل بين النقطة دي، ويمدي لي في إيه في شبكة المثلثات. وبالتالي إيه اللي حصل؟ إن في اللي حصل إن أنا عندي خطوط كونتور ابتدت تظهر أهي. يعني لو كملنا الشكل، لو قلنا له هات لي كمان نقطة إيديت وقلت له هات بوينت واخترت المكان ده، وبيقول لي الاليفيشن بتاعها ايه، بقول له مثلا 150، تمام. هيبتدي ايه يضيف لي النقطه اهي، النقطه بالشكل ده،
وبعد كده يوصلها لي بالنقطة دي بخط مثلثي، والنقطة دي بخط مثلثي، والنقطة دي بخط مثلثي، وبعد كده بيوصل على ايه، على اساسهم خطوط الكونتور. ادي كمان نقطة الاليفيشن بتاعها 100، انتر، وابتدى ايه يكون لي الموضوع ده، يحط لي نقطة، وبعد كده يمد لي على اساسها ايه شبكة المثلثات. حط لي نقطة هنا، خلي الاليفيشن بتاعها مثلا 90، انتر، راح حطيت لي هنا نقطة، وراح موصلها بكل النقط القريبة منها، وعلى أساسها ابتدى يديني إيه شبكة خطوط كونتور. تمام، هي دي الفكرة من أد بوينت. طيب لو عايز إيه أعمل ديليت للبوينت، الأمر اللي هو عكس أد بوينت، باجي على إيديت وأقول له كليك يمين وأقول له ديليت بوينت. تمام، ديليت بوينت، أي نقطة أنت عايز تشيلها بقول له النقطة دي. تمام، إنتر، شال النقطة، النقطة دي، إنتر، شال النقطة دي، إنتر، النقطة دي مش محتاجها، انتر، انتر. تمام، الفكرة ان انا دلوقتي ايه بشيل النقط بتاعتي. طيب عشان اشيل النقط بتاعتي دي لازم بيكون عندي يا جماعة، لازم من خلال الستايل اللي هو ايه اظهر النقط بتاعتي زي ما انا عاملها كده، من خلال السيرفس، سيرفس بروبرتيز، واجي على الانفورميشن واختار الستايل بتاعي اللي هو ستايل سيرفيس، واجي على الديسبلاي عند البوينت دي بتكون مقفوله كده بالشكل ده، ابلاي، اوكي. طيب النقط دلوقتي مش موجوده اهي، لو جيت قلت له تعالى بقى اديت وقلت له ديليت بوينت وجيت اخترت، هو اصلا ما بيسمحش بكده، بيقول ايه لازم يكون عندك ايه اظهار تعمل اظهار للايه للنقط عندك في الستايل بتاعك. تمام، يعني الامر ده ما بيظهرش غير لما اكون ايه انا جاي على ان جي ال سيرفيس بروبرتيز، وبعد كده اجي اقول له ايه ادي الستايل بتاعي، اقول له اديت، وبعد كده بدخل على الديسبلاي واختار من هنا النقط بتاعتي دي. طبعا اللمبه بتاعتها دي مطفيه، فانا بعيد اللمبه دي دلوقتي ايه اللايرز بتاعتها، ايه اللاير بتاعتها شغاله معايا وظاهر فيها الايه، ظاهر فيها النقط. جميل، فانا دلوقتي لو عايز اقول له اديت واقول له ديليت بوينت، اهو ديليت بوينت، بضغط هنا ضغطه على النقطة دي واقول له انتر، يبقى بيشيل لي الايه، بيشيل النقط من خلال امر ديليت بوينت. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نعمل اضافة لنقطة، وازاي نعمل نزيل النقطة دي او نشيلها. طيب بعد كده الامر اللي بعد كده هنبتدي نعمل ايه، موديفاي بوينت. لو انا عايز اعمل تعديل على نقطة فبقول له موديفاي بوينت، طبعا بيقول لي حدد النقطة، دي النقطة بتاعتي. تمام، وبقول له انتر، ادي النقطه بتاعتي. بيقول لي الاليفيشن بتاع النقطه بتاعتك ده 110، انت عايز تعدله؟ عايز اعدله مثلا اخليه 90 او 60. تمام، يبقى انا دلوقتي عدلت في الايه، في النقطه بتاعتي دي، خليت الايه الاليفيشن بتاعها مش كان 110 و8 من 10، لا انا خليته ايه 90. تمام، يبقى هنا ازاي بقى بعدل في نقطه ان انا اغير في الاليفيشن بتاعها، بضغط هنا اقول له انتر على النقطه. تمام، بيقول لي ادي الاليفيشن بتاع النقطه الاساسيه 112 و2 من 10 اخليه مثلا 110 بس، واقول له انتر، هيبتدي ايه يغير لي بس في الايه في المنسوب بتاع النقطه. لو جيت ضغطت هنا على النقطه دي وقلت له انتر، قلت له هو انا كنت عامله 60، لا خليهولي مثلا 113، خليهولي 113 اللي هو الستايل الجديد. طبعا الكتابه بتظهر عندي هي جنب الماوس لان انا ايه مفعل الدايناميك. لو قلت له مثلا هنا 113، انتر، هيبتدي ايه يعدل لي في الايه في الاليفيشن بتاع النقطه دي. تاني لو قلت له مثلا انتر، انا خليته 113 خليه لي يا عم 115، انتر، هيبتدي ايه يعدل لي في منسوب النقطه بتاعتي دي. طيب يبقى احنا كده ايه اتعلمنا ازاي نعمل موديفاي للنقط. طيب الامر اللي بعد كده اديت، لو قلت له مثلا موف بوينت، انقل لي نقطه من مكانها. طيب فين النقطه اللي انت عايز تنقلها؟ بحدد طبعا الايه النقطه، سبيسيفاي اي بوينت، ادي النقطه اهي. طيب عايز تنقلها فين؟ عايز انقلها هنا مثلا، ابتدي انقل النقطه، وعلى اساسها ابتدي انقل لي كل الايه كل الخطوط بتاعتي، بيعدل لي طبعا في الشكل بتاعي على حسب مكان النقطه الجديده. تمام، طيب لو انا عايز ابتدي طبعا البوردر الداخلي ده بيقول لك ان المساحه دي عندك فاضيه، لو قلت له مثلا اد لاين وضيف لي خط من هنا لهنا مثلا، وضيف لي خط من هنا لهنا، هيبتدي ايه يضيف لي في الخطوط بتاعتي ويعدل لي في الايه في الشكل بتاع الايه في الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تمام،
بكده بكون انتهيت من الاوبشنز اللي هي بتاع اللي تعديلات على الشكل بتاعي. طيب دلوقتي لو عايز ابتدي ان انا اخفي النقط بتاعتي دي، لو قلت له مثلا ان جي ال، قلت له كليك يمين وقلت له اللي هو ان جي ال، قلت له سيرفيس بروبرتيز، وبعد كده قلت له تعالى ادخل لي على الستايل بتاعي وعدل لي في الديسبلاي ده، خلي لي البوينت دي مش موجوده والترانجل دي مش موجوده، خلاص انا ما عدتش محتاجهم، قلت له ابلاي وقلت له اوكي. عايز ابتدي دلوقتي اظهر ابلاي اوكي، ادي شكل الايه، شكل السطح بتاعي. كمان نرجع تاني نعدل، نقول له سيرفيس بروبرتيز، نقول له ايديت، وتعالى على خطوط الكونتور اللي هي الماينور دي وخليها لي برضو مفتوحه، بحيث ان خطوط الكونتور احنا كنا شلناها بحيث ان يكون الشرح بتاعنا واضح احنا بنعمل ايه وايه اللي بيتغير. طيب لو عايز ابتدي بقى احط الكتابات بتاعتي على النقط او على الكونتور ده، اظهر مثلا المناسيب بتاع الكونتور ده ايه، باجي اضغط ضغطه كده وبدخل على حاجه اسمها اد ليبلز، وبدور تحت على حاجه اسمها ايه كونتور، قلت كونتور سنجل، دي هيبتدي اضغط ضغطه هنا يبتدي يديني ايه منسوب خط الكونتور ده ايه كام. لو جيت ضغطت على الخط ده برضه هيبتدي يديني المنسوب بتاعه كام. تمام، هنا نفس القصه. طيب ده بيضيف لي ايه، بيضيف لي المنسوب على حسب النقطه اللي انا بديها له. طب لو انا عايز اظهر لكل لعدد من خطوط الكونتور، باجي اضغط على الشكل كده اقول له اد ليبلز، وبقول له كونتور مالتيبل، كونتور مالتيبل، وبعد كده ببتدي امشي بخط كده بيقول لي حدد اول نقطه، وانا ماشي بالخط ده اي خط هيتقطع هبتدي اتحط فوق منه ايه، فوق منه منسوب زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هو 109 109 ده 109 ونص، وده 109 ده 108 108 ونص. تمام، يبقى دلوقتي ايه حط لي المناسيب على الخطوط بتاعتي. طيب لو انا بقى طبعا الخط ده عندي خط طويل اهو، يعني مثلا خط الكونتور ده وحط لي المنسوب هنا، حط لي المنسوب هنا اهو المنسوب ده. تمام، طيب انا عايز المنسوب ده على الخط ده يتكرر معايا، يعني ايه ما يحطوش في النقطه دي ويسيب لي بقيه الخط فاضي، بحيث ان انا مثلا لو جيت اشوف الخط ده مثلا عايز اشتغل هنا فعايز اوصل للمنسوب، مش هقعد بقى ادور المنسوب مكتوب فين، وطبعا الموضوع هيكون فيه لخبطه، فاضغط على السيرفس كده واقول له كليك يمين واقول له ايه اد مالتيبل، اد ايه اد مالتيبل انترفال، كونتور مالتيبل انترفال. يبقى لو عينيا كانت بنضيف المنسوب على الخط لوحده، التانية كنا بنضيف المنسوب على مجموعة من الخطوط، هنا بنضيف المنسوب على مجموعة من الخطوط، وبعد كده بيكرر لي المنسوب بتاعي ده على ايه؟ على الخط الواحد. كونتور انترفال، هنا باجي مثلا هناخد مثلا الجزء ده اهو، نيجي نقول له ايه؟ تحت بيقول لي حدد أول نقطة، فبقول له أدي أول نقطة اهي، وبعد كده بمشي على الخط بالشكل ده. تمام، بيقول لي الانترفال اللي انت عايزه كام، يعني امشي مسافه قد ايه، وابتدي اكرر لك المنسوب بتاعك تاني، اقول له امشي لي مثلا مسافه 50 انتر. الاحظ ان هو ابتدى ايه على الخط ده مثلا 117، وبعد كده راح ماشي لي مسافه 50 وراح كاتب لي المنسوب تاني على نفس الخط 117، راح ماشي لي مسافه تاني 50 وراح كاتب لي ايه 117. تمام، يبقى الفكره واضحه دلوقتي من الفرق بين الثلاثه اللي هو الكونتور سنجل والكونتور مالتيبل والكونتور مالتيبل انترفال. الأولانية كنا بنضيف المنسوب عند نقطة، التانية كنا بنضيف المنسوب على مجموعة من الخطوط، التالتة كنا بنضيف المنسوب على مجموعة من الخطوط ويكرره لي على كل خط على بعد ايه كل مسافة معينة يبتدي يكرر لي يكتب لي المنسوب بتاع الخط ايه مرة تانية عليه. تمام تمام، هنا طبعا برضو بعض الحاجات اللي هي اد سيرفيس ليبلز اللي هي الاسلوب، الاسلوب اليفيشن والاسلوب جريد، الحاجات دي برضو ايه، يعني مثلا لو انا عايز اجي ابين الميول بين نقطتين، لو قلت له مثلا بين قلت له تو بوينت، تمام بيقول لي حدد اول نقطه، فباجي اقول له ان اول نقطه اهي، طيب تاني نقطه تاني نقطه اهي، يبتدي يقول لي ايه الميول بتاعتك 1.3 بين النقطه دي والنقطه التانيه. تمام، طيب لو جيت قلت له ارجع تاني الامر وقلت له 1 بوينت، هيبتدي يقول لي ايه واضغط، هيبتدي لو ضغطت عند النقطه دي هيبتدي يقول لي ايه الميل عند النقطه دي سالب 6.5%، يعني الميل الشكل السطح بتاع الارض الطبيعيه جاي كده ونازل بميل قيمته 6.5%. تمام، هي دي الفكره من ايه، من الليبلز بتاعتي، الاسلوب اليفيشن والاسلوب الجريد،
طبعا الكلام ده كله ايه، لو جربنا ان احنا نشتغل على كل حاجه لوحدها هنلاقي الموضوع سهل جدا. هو كل ما في الموضوع ان انا باجي اقول له اد ليبلز، وبعد هنا بعد كده باجي اختار الايه الامر، وبتابع تحت مع الكوماند بار بقول لي سيلكت كنترول لاين، ابتدي ان انا ايه احدد مثلا اهو. ادي اول نقطه، تاني اهو لو قلت له تعالى كده على الصفحه، قلت له اد ليبل، قلت له كونتور مالتيب، اهو تحت بيقول لي ايه سبيسيفاي فيرست بوينت، ادي اول نقطه اهي، والنقطه الثانيه بتاعتي خلاص وقفت عند النقطه دي او عايز اكمل اهو. طول ما انا ماشي وبديله نقط بيبتدي يديني ايه يا جماعه، بيبتدي يديني المناسيب على الايه على الخطوط تحت الايه تحت الخط بتاعي اللي هو الايه اللي انا ماشي بيه. طبعا ادي شكل الليبلز بتاعتي. لو انا وقفت على واحده كده بلاحظ ان في خط بيظهر عندي، ده لما بشيل التحديد الخط ده بيختفي. طبعا في بعض البرامج لو الفيرجن اقل شويه كان الخط ده باستمرار بيكون موجود، يعني انا مثلا لما اجي احدد بخط كده الخط ده بيكون موجود. عشان اخفي الخط ده باجي اقف هنا على الخط ده كليك يمين واقول له كونتور ليبل لاين بروبرتيز، هاني كليك يمين واقول له كنتور ليبل لاين بروبرتيز، بيفتح لي القائمه اللي في الجنب دي. في حاجه اسمها ديسبلاي كنتور ليبل لاين، هنا طبعا ايه معمول له فولس يعني ايه ما تظهروش، يعمل له اخفاء الا لو حددت على الخطوط، وده اللي احنا عايزينه. طبعا في الفيرجن الثاني بيكون ايه الامر ده الاوبشن هنا بيكون ترو. لو جينا قفلنا كده وطبعا احنا محددين على الخط، لو شلنا التحديد الخط ده موجود عندي، ده طبعا بيكون شكله ايه شكله مزعج شويه. لو عايز اشيله كليك يمين واقول له ايه كنتور ليبل بروبرتيز، وباجي بختار من هنا ايه فولس. تمام كده، بكده بنكون انتهينا من الدرس ده اللي هو الدرس الرابع بتاعنا ازاي بنعدل على الاسطح، وان شاء الله نتقابل في الدرس الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.